السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، اليوم سنتعرف على مهنة الشرطي. في البداية سنشاهد معا هذه الأغنية. والآن عزيزي الطالب، سنبدأ معا بالتعرف على شخصية الشرطي. الشرطي هو رجل الأمن، وهو حامي الحمى والشخص الذي يحمي المواطنين من خطر المجرمين ويحقق في ضياع الحقوق استردادها. فالشرطي هو صمام الأمان في أي مكان يكون فيه، لذلك يجب احترامه وتنفيذ أوامره ومساعدته بالقيام بواجبه على أكمل وجه. فالهدف الأساسي من وجود الشرطي هو مساعدة أبناء الشعب، لهذا يقولون دوما الشرطة في خدمة الشعب. وهذا الشعار ليس مجرد شعار عابر، بل هو كلام حقيقي مبني على أسس ومبادئ ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ولطالما ساعد الشرطي أشخاصا كان من الممكن أن يكونوا ضحايا للمحتالين واللصوص لولا قيام الشرطي بواجبه على أكمل وجه. والشرطي هو رمز من رموز الأمن والأمان، لأنه يحافظ على الأمن الداخلي للوطن، وهو أيضا عين من العيون الساهرة التي تظل مفتوحة ويقظة تحسبا لأي اعتداء، وهو أيضا فارس من فرسان الوطن، ويحفظ السلام والأمن بدافع حب الوطن وتأدية الواجب على أكمل وجه. والآن سننتقل إلى المحفوظات في الصفحة 77 في الكتاب، وقائل هذه الأبيات هو الإعلامي علي جابر بيك. والآن سأبدأ بقراءة هذه الأبيات. الشرطي رجل المحبة والسلام، يسعى إلى حفظ النظام، حمل الأمانة صادقا ورعى الكرامة والكرام، هاد وفي قسماته أحلى العبارة والكلام، يمشي وفي خطواته ثقة وفي الصدر اهتمام، يصبو إلى أمن الحمى وبه مشوق مستهام، ليرى الحياة هنيئة وأمينة ملئت وئام. في البداية في البيت الأول يقول لنا الشاعر أن الشرطي رجل المحبة والسلام، أي أنه يسعى إلى السلام وتحقيق الأمن والأمان داخل الوطن، ويسعى إلى حفظ النظام، يعمل ويحاول دائما أن يحافظ على نظام الوطن في كل الأحوال. حمل الأمانة صادقا، أي أنه يحمل أمانة كبيرة جدا، وهو عمله كشرطي عليه دائما أن يوفر الأمن والأمان للجميع في المجتمع، فهذه أمانة كبيرة. ورعى الكرامة والكرام، دائما يحفظ كرامة الأشخاص في المجتمع ويؤمن لهم الأمن والأمان. هاد وفي قسماته أحلى العبارة والكلام، هاد أي أنه يتميز بالهدوء في شخصيته، وفي قسماته أي في ملامح الوجه وسمات الوجه،
أحلى العبارة والكلام، أي أنه يظهر على وجهه السماحة واللطف واللين والمحبة لجميع المواطنين في الوطن. يمشي وفي خطواته ثقة وفي الصدر اهتمام، أي أنه عندما يمشي في الوطن ويدافع عن هذا الوطن ويحمي المواطنين، يظهر في خطواته الثقة في النفس وفي صدره أيضا اهتمام، أي أنه في قلبه اهتمام كبير بأن يقوم بعمله على أكمل وجه. يصبو إلى أمن الحمى، يصبو أي يطلب ويبتغي، أمن الحمى أي أمن الأرض، أرض الوطن. دائما يعمل على توفير الأمن في هذه الأرض، في هذا الوطن. وبه مشوق مستهام، مشوق أي لديه رغبة في الدفاع عن هذا الوطن، ومستهام شديد الحب. الشرطي دائما يؤدي عمله وهو يشعر بالحب تجاه الوطن والمواطنين. ليرى الحياة هنيئة، ليرى أي ليشاهد، هنيئة أي سعيدة، وأمينة ملئت وئام، أي أن الشرطي عندما يقوم بعمله ويدافع عن المواطنين والوطن تصبح الحياة هنيئة سعيدة ومريحة وأمينة ملئت وئام. وئام هو الحب، فالشعور بالأمن والأمان دائما يجعلنا نشعر بالحب تجاه هذا الشرطي الذي يقوم بعمله على أكمل وجه. والفكرة الرئيسة في هذه المحفوظات هي التحدث عن الشرطي ومدى حبه لوطنه ورغبته الشديدة في حماية الوطن والسهر على راحة أبنائه. عليك عزيزي الطالب أن تقوم بحفظ المعاني والفكرة من الدوسية في الصفحة 38. والآن لدينا أقوال مأثورة. وأساس عمران البلاد تعاون متواصل الأسباب من سكانها. علينا دائما أن نتعاون معا كمواطنين في البلاد لكي نبني هذا الوطن بشكل صحيح. فالتعاون سمة مهمة جدا يجب أن نتسم بها جميعا كمواطنين. فالتعاون يؤدي إلى الألفة والمحبة وتحقيق الأمن والأمان في الوطن. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.